النهاردة احنا قررنا ان احنا نروح لوستيون عشان احنا زهقنا بقى من الكافيهات والبلاي ستيشن والحاجات دي، فقلنا نروح نجرب الفي ار اكسبيرينس هتطلع عاملة ازاي. اول ما روحنا المكان كان يعني فاضي شوية كده، ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل، بس اول ما ابتدينا نلعب الموضوع كان مختلف قوي. جربنا اول لعبة كانت حلوة بس ما كناش بنتحرك قوي وما كانش فيه اكشن قوي. تاني لعبة بقى كنا دخلنا في المود جدا، ريلود يا احمد. وكان بقى زومبيز وحرب وعاملين بنضرب برصاص وبتاع، فكانت اكسايتنج جدا الحقيقه، وكانت تجربه حلوه قوي. واحنا خارجين قلنا نبص كده على الاسعار، كانت تخض الحقيقه شويه عشان كانت 180 جنيه الساعه، بس هم عندهم اوفرز كتير قوي، فكل ما العدد يكبر بيبقى فيه اوفرز احسن وبتاع، فهي كانت تجربه مختلفه جدا الحقيقه، ولازم كلكم تروحوا تجربوها. يلا باي باي.